بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم في إطلاق مبادرة 100 يوم صحة. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم في إطلاق مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية السيد الرئيس الجمهورية وبتشريف وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء. النهاردة إن شاء الله في 27 محافظة بيتم إطلاق كافة الحملة الخاصة ب 100 يوم صحة على كل محافظات الجمهورية. المحافظات الجمهورية كلها مشتركة معانا في من خلال مديريات الشؤون الصحية على مستوى المحافظات. الغرض من هذه الحملة طبعا ان احنا نعظم من كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة، من اول رعاية المولود ورعاية الام ومرورا بكل المبادرات الخاصة بفيروس سي، رعاية الاطفال، رعاية كبار السن، المبادرة الخاصة برعاية السيدات. من خلال عيادات متنقلة هتكون موجودة في كل المحافظات، هنكون موجودين جنب كل بيت في كل قرية في كل نجع في كل كفر على مستوى 27 محافظة. نستطيع من خلال هذه المبادرة ان شاء الله ان احنا نقلل قوائم الانتظار، نقدم خدمات صحية وصحة انجابية وتوعية وايضا صحة الاسرة وتنظيم الاسرة من خلال قطاع السكان في كل المحافظات بإذن الله. خلال 100 يوم الحالية من اول اليوم النهاردة لحد اكتوبر ان شاء الله هنكون موجودين قريبين من كل بيت، من كل مواطن محتاج رعاية صحية، محتاج تسقيف صحي، هنكون موجودين معاه من خلال كل قطاعات الوزارة سواء القطاع العلاجي او القطاع الوقائي او كل الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان. بشكر دولة الرئيس على تشريفه النهاردة لينا على انطلاق هذه المبادرة برعاية فخامة السيد الرئيس، وان شاء الله نعد حضرتك يا فندم من خلال 100 يوم اللي جاية هنكون قدرنا نعمل كم كبير جدا من الاجراءات الصحية للمواطنين المصريين، ونستغل فرصة الاجازات والاعياد والاحتفال بثورة 30 يونيو ان شاء الله ان احنا نقدم خدمات صحية متميزة. اشكرك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نطلق مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. شكرا لحضراتكم.